لأن بسم الله الرحمن الرحيم في إطار أنشطته المتعلقة بالبحث التربوي ينظم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة فاس مكناس بشراكة مع مختبر البحث العلمي والتطوير البيداغوجي وفريق البحث في المجال والقانون والتاريخ ندوة علمية حول موضوع تكوين الأطر التربوية بالمغرب واقع وآفاق، وذلك يوم السبت 18 من الشهر الجاري جانفي 2021 بمقر الفرع الإقليمي بحمرية. سيحضر هذا اللقاء أو سيؤتت هذا اللقاء مجموعة من الفاعلين العلميين من المركز ومن خارج المركز حول محاور متعددة ومتنوعة ترتبط بالتكوين وبالبحث داخل المراكز وداخل قطاعات أخرى مرتبطة بمنظومة التربية والتكوين. نظم المركز الجهوي لمهن التكوين التربية والتكوين بفاس مكناس ندوة علمية حول أهمية تكوين الأطر التربوية. لا شك أن الموضوع مناسب في سياقه وظرفه، لأن نحن نتحدث الآن عن إعداد جيل آخر لمعركة الموارد البشرية وتكوين وربح رهان المدرسة العمومية بشكل عام والمدرسة بشكل خاص. لا شك أن تكوين وتأطير الموارد البشرية في مراكز التكوين هي معركة للمستقبل. طبعا هناك محاور متعددة متكاملة، بعضها يتناول التجربة وتقييمها، وبعضها يتحدث عن ما هو مطلوب للمستقبل والإعداد. فهذه الندوة تأتي في هذا السياق وفي هذا الظرف، ولا شك أن التوصيات ستصل إلى من بيده صنع القرار، والاستفادة تكون بهذه الطريقة أننا نتكامل سواء الموجود في الميدان أو الذي يتخذ القرار السياسي لهذه المراكز.